مدينة ميلا القديمة، مدينة ساحرة تمر نفحات الماضي كل يوم عبر أزقتها الضيقة، فتروي للأجيال المتعاقبة عن هذه المدينة القديمة التي تركت الحضارات المتعاقبة في أزقتها بصمات التاريخ العريق. ميلا القديمة هي مدينة سكنها الإنسان منذ أكثر من 2000 سنة. إذا أخذنا بالتاريخ ودلائله، وعندنا العصر الفينيقي، العصر الفينيقي بحيث أن تمثال الآن الموجود في تكنة القديمة العسكرية، حيث يوجد مسجد سيدي غانم أو مسجد أبو المهاجر دينار أو المسجد في الجزائر، تمثال ميلو وهو الذي يفسر وجود الفينيقي في ميلا، أي منذ أكثر من 2000 سنة. ثم أنه ميلا عرفت دورا كبيرا في العهد الروماني، بحيث أنها كانت من المدن الأربعة اللي هي سيرتا وكويكول وميلاف وشولو القل. هذه المدن الأربعة التي هي مدن تسمى الكونفدرالية الرومانية، وكانت بمثابة الحصن المتقدم لحماية قسنطينة، لحماية سيرتا. كذلك ميلا في العهد الروماني المسيحي عرفت دور كبير، بحيث أنها كانت مركزا لتجمعين مسيحيين عالميين، التجمع الأول في 402، التجمع الثاني في 416، وأشرف على التجمع الأول يعني القديس أوبتا. العرب عندما دخلوا أيضا، أو قبل العرب يعني، أنها عرفت أيضا دور كبير في العهد البيزنطي، العهد البيزنطي المسيحي، وخاصة أن سالامون اللي هو قائد أركان الجيش الأمبراطور جوستينيان أمبراطور بيزنطا، زار ميلا بنفسه، وهو الذي وضع أسس الآن ما بقي من الصور البيزنطي الموجود الآن في مدخل مدينة نسميه باب الجامع. عين البلد منبع من عهد البونيقيين، تمثل عذوبة مياهه صفاء أهل المدينة وطيبة نفوسهم. في وسط المدينة القديمة، حيث الهدوء وعبق الماضي، يوجد مسجد عتيق بني في القرن 19. لقد أنشأه أهل البلدة بعد حرمانهم من قبل المحتل الفرنسي من مسجد أبي المهاجر دينار، ثاني أقدم مسجد في شمال إفريقيا، عقابا لهم على دعمهم ثورة الشيخ محمد المقراني. أصل المسجد كان مسجد بن شعبان لقراءة القرآن الكريم، وبعد ما ويصليوا فيه كذلك، بعد ما جاء الاستعمار في 1830، جاء ذاك اللي يصليوا الجمعة جام في مسجد سيدي غانم. إلى أن شارك سكان ميلا وضواحيها في ثورة المقراني، إلى جانب الإخوة الرحمانيين. تعرفوا أن احنا عندنا الزاوية الرحمانية هنا في ميلا القديمة، هي موجودة بجانب المسجد العتيق، ليست بعيدة عنه. الزاوية الرحمانية نحن كان عندنا فيها مقدمين للزاوية، وفي الإخوان كان عندنا 412 من الإخوان في هذه الزاوية. هؤلاء الإخوان استطاعوا أن يجيشوا السكان الذين كانوا موجودين ليقفوا إلى جانب إخوانهم الرحمانيين، الإخوة الحداد والمقراني الآتين من صدوق. فعندما وصلت الجيوش إلى هنا، انخرط فيها سكان ميلا للدفاع عن الحمى وعلى العرومات إلى آخره. فرنسا عندما قضي على ثورة المقراني، أول قرار يأتي هو مصادرة الأراضي والممتلكات وتهجير السكان ومعاقبة موضع اليد على المساجد. يعتبر المسجد من حيث تصميمه وبنائه بسيطا، عبثت به يد العصرنة فأفقدته الكثير من مميزاته الهندسية والمعمارية، غير أن المسجد وما لعبه من دور إبان العهد الاستعماري سيبقى راسخا في مخيال أهل البلدة القديمة لميلا.
كان الجامع العتيق لميلة القديمة يمثل معهداً وجامعة يقصدها الطلاب من كل صوب. أمة لا تقرأ، أمة لا تكتب، أمة غير متعلمة لا يمكنها أن تقاوم لا الجهل ولا العدو. لذلك أدرك من البداية أهمية العلم، أدرك من البداية أهمية التحصين، ولذلك أخذ على عاتقه وعاتق وجهاء القوم. والدليل أنه كان ذكيا، لم يصطدم مع الزوايا في ذلك الوقت رغم الانحراف الذي كان عند بعض الزوايا، لا أقول كل الزوايا، وبعض المقدمين حتى لنتهم الناس، بعض المقدمين كانوا يستغلون مكانهم كمقدم في الزاوية ليشوهوا دور الزاوية. محمد الميلي لم يدخل في هذه التفاصيل لأنه رأى بأن المرحلة لا تسع الانقسام والانشطار، فكان نوعا ما ماخذ احتياطه فقط، ولكن عنده سياسة ملاينة أو مسيرة إلى الجنب حتى يكون هذا البدرة التي بدأ غرسها ويريد أن تنمو، وكان ذكيًا في هذه الفكرة. من بين أولئك الذين مروا من هنا وتتلمذوا على يد مشايخ المسجد، الشيخ مبارك الميلي أحد رموز الحركة الإصلاحية في الجزائر. لقد كان يوماً ما تلميذاً على يد الشيخ الميلي بن معنصر، أحد أبرز مشايخ وعلماء المنطقة وقتئذ. هو العلاقة ليست بمبارك الميلي، هي العلاقة بمحمد الميلي بن معنصر أولاً، لأن محمد الميلي بن معنصر عندما أكمل دراسته، وعندما أقول محمد الميلي بن معنصر هو من عائلة بن معنصر اللي تسكن ولاد معنصر شمال باتنا تقريبا بواحد 5 أو 6 كيلومتر. هاد العائلة فيها الأب، أب الشيخ محمد بن معنصر، كان باش قاضي أو باش عدل كما يسموه في ذلك الوقت. فطبعا عينته فرنسا في ميلا، لما عينتهم فرنسا في ميلا ابنه كان من بين الناس الذين تربوا في هذه المدينة وولدوا في هذه المدينة. طبعا عندما انتهى من تعليمه في الكتانية في قسنطينة رجع إلى ميلا، وكان أبوه يود أن ابنه يكون في القضاء مثله، وبالفعل ابنه اشتغل باش عدل في شلغوم العيد دي شاتو دان دي رومال، اشتغل باش عدل لمدة سنة أو سنتين، ولكنه لم يتق العمل الإداري فغير منصبه مع العياضي هذا الذي كان هو معلما، فقال له لماذا لا تكون أنت باش عدل وأنا أكون معلما. وطبعا العياضي قبل بهذا الاقتراح. أسهم المسجد في تنوير أهل المنطقة إبان الاحتلال الفرنسي للبلاد، وظل شاهداً على فترة قاسية. لا يزال المسجد إلى اللحظة يشرف على مختلف النشاطات الدينية والروحية التي ورثها أهل مدينة ميلا القديمة عن أسلافهم، فهو اليوم قلعة روحية رغم تراجع بعض النشاطات التي كان يعرفها. أنا شخصياً كنت ندير دروس يومية، يعني في من بعد ذاك، يعني عند قرابات العشاء، يعني حوالي 4 ساعة قبل صلاة العشاء دروس يومية. ثاني عندنا الحزب، يعني الحزب الراتب هذا دائماً يعني نقرأ فيه يومياً، قرأوا حزب يومياً في بعد صلاة المغرب. يعني مثلاً الصغير كي يبدأ بسم الله وكيفاش ياكل بسم الله يخلص الماكلة الحمد لله وهكذا، يعني تعليم ديني هكذا وليدات صغار، ويبقاو يعلموا فيهم بالالف وفي التربية الدينية كيفاش نجبدها، يعني هذا من ناحية يعني الأناشيد مثلا نقصها من زكايا يحفظوها، تبقى يعني تبقى تعلم فيهم شيء يعني صورة بعد صورة حتى يتعلموا يعودوا يكسبوا يعودوا يقراوا. يعني المسجد كان قائم، يعني أولاً كانوا ليقرأوا القرآن. سيبقى هذا الصرح رغم تأخره عن باقي مكونات ميلا القديمة بقرون أحد رموزها، نظراً لدوره الكبير الذي لعبه إبان الفترة الاستعمارية للجزائر. شأنه شأن مساجد عدة قاومت الاحتلال وبقيت مناراتها شامخة.